السلاح الوحيد الذي تمتلكه هو الإضرار. الحكومات المتعاقبة في المغرب والدولة المغربية منذ سنوات وهي تسعى جاهدة إلى تجريب الشغيلة التعليمية وكذلك الموظف والشعب المغربي من هذا السلاح، وكل مرة تلاقى محاولاتها بمجموعة من آليات الصمود وآليات المواجهة، وبالتالي تضطر للتخلي عن هذا أو عن إصدار القانون التنظيمي، رغم أن الدستور يعطي الحق لكل الموظفين والشعب المغربي بشكل عام كل فئاته عبر تنظيماته باللجوء إلى الإضراب، إلا أن عملية تنظيم الإضراب لم يكن هناك قانون ينظمها، وبالتالي كانت العديد من الإضرابات والعديد من النضالات تواجه ب فصل مثلا 288 من قانون المسطرة الجزائية الذي يجرم الإضراب بشكل أساسي. كذلك الحكومة الحالية أو الحكومات أو الحكومتين اللتين تعاقبتا على تسيير أو قيام بدور إطفائي أو الشغيلة ومن الجماهير الشعبية في نهاية المطاف. إذن معنا الرفيقين لكي يلقي لنا الضوء على هذا مشروع القانون وخطورته التي في العمق كما قلت جاءت لتجريم الإضراب ولمنع الإضراب والتركيز على المطالب اللي هي كتهم جميع الفئات. إذن هذا السؤال لصالح النقابات، كذلك وهو توحيد النضالات ما بين جميع الفئات التعليمية. الآن كاين ثلاثة النقابات في الاتجاه، كاين جوج نقابات، بعض النقابات اللي كتقول لك الحوار مستمر نضمن بفضيلة الحوار، في حين أنه لثابتة من المستحيل أن بعض الفئات ما تحقق لها حتى شي حاجة من بين مثال ديالها التوجيه والتخطيط التضامن، ملف ما تحل ولو قيد. إذا هذا بعض الأسئلة اللي مطروحة اللي يمكن تكون إجابة عليها.